ماركسيمو ديغاسومي، يعني ليس لديه عقدة يقول الباحث في علم الاجتماع الماركسيمو ديغاسومي في جامعة محافظة واعتز بهذه التهمة. فقط من عندك ملاحظة مهمة تصف فيها الجامعيين بأفندي رغيف لا علاقة لهم بقضايا الشأن العام. الآن من يقود البلد؟ أستاذ جامعي. ما هو دور الجامعيين اللي هم 24 ألف يوم اليوم مقارنة بدور المحامين ولا الصحفيين ولا القضاة في علاقة بالفضاء العام؟ يكاد يكون معدو. تعرف الجامعيين في كل بلدان العالم هم بوصلة المجتمع إلا في تونس. انتوما رفقة شكري بعيد، رفقة هذا المشروع، رفقة العباد اللي نعرفكم غزيرين عميقين في الفكر في النظرية، أما سذج في السياسة، لعبوا بيكم الإسلاميين كما حبوا. ما ينبغي أن يعلمه التونسيون أن الأمور كانت مسطرة جيدا منذ 2008. فيقر الأمريكان منذ 2003 قالوا جربنا الإسلاميين الديمقراطيين وكانت تونس بوصلتهم باعتراف هيلاري كلينتون. أنا نحس في الحزن الآن في المرارة. مولدي قسومي نورمالمون بلاستو في برلمان 2014، بلاستو في برلمان 2019، بلاستو في التأسيسي، لكن أنتم بيديكم عملتوا القانون هذاك اللي يسمح بحد آخر على خاطر يشري زوز أصوات بفلوس الكونترا، والمثقف العميق يتك على شنب. روضة حالة العقل السياسي مسألة مؤبدة في تونس اليوم. التونسي بتاع 2011 هو بيدو التونسي بتاع 2019 اللي اعطاه 72.8 القيس سعيد. أليس عصر هو عصر الشعبوية الآن؟ مع الأسف شعبوية قيس سعيد افتكها من شعبوية حم الهمام. للتاريخ مع برهان بسيس كل نهار ثلاث 9 متاع الليل على قناة 9.